بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله الوالي الكريم، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه مع التسليم. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنت قد بدأت في المحاضرة السابقة حديثا مقتضبا عن مسألة التطرف والغلو، وكتب الكتاب في ذلك وناقش المناقشون وتطرق إليها الإعلام في الآونة الأخيرة بصورة واسعة، وكل له وجهة نظر أو زاوية ينظر بها إلى الموضوع، ولكن الذي جعلنا نحاول أن نتطرق إليها في محاضرات الجامعة أن هذا الموضوع أصبح مؤرقا للمجتمع ولأفراد المجتمع على مختلف مستوياتهم. وأنا شخصيا أنظر إلى المسألة على أنها انعكاس لتسلسل تاريخي ومجتمعي أدى ويؤدي إلى كثير من الظواهر. فإذا ما حاولنا أن نفزلك فزلكة سريعة مسألة التاريخ الحديث والمعاصر، فإننا نجد أنه من بعد الحربين العالميتين الأطلسيتين المعروفة في 13-19 والثانية التي انتهت في سنة 45-39-45 تغير العالم بصورة واضحة وتبدل تبديلا أبديا، وتغيرت خارطة الحياة وبالتالي خارطة السلوك الاجتماعي والمجتمعات. فالدول التي انتصرت في تلك الحروب فرضت على المجتمعات ثقافتها باعتبار أنها ثقافة المنتصر. ودائما أنبه الطلاب إلى أن كلمة ثقافة من أخطر الكلمات وأكثرها نفاذا في الحياة وفي الفكر وفي تغيير السلوك وفي تحقيق المرادات التي من أجلها يقصد المثقف نهاياته. فكلمة الثقافة تعبر عندنا عبورا، ولكنها كلمة غاية في الخطورة والأهمية. والثقافة التي سادت آنئذ بعد 45 هي أن الدول التي انتصرت تقريبا هيمنت على الأرض أو على ثلثي الأرض بالتقريب، وما من دولة موجودة الآن إلا وكانت في ظل احتلال بريطاني أو احتلال فرنسي أو إيطالي أو غير ذلك. في البرتغال أيضا احتلت بعض المواقع، وساد في الناس ما هم أرادوا أن يسود بثقافتهم، والذي ساد هو أنهم صدروا إلينا من بعد النهضة الصناعية التي وقعت في الدول الغربية، صدروا إلينا منتجات هذه النهضة وليس أساس النهضة. ومنتجات هذه النهضة هي كثيرة، ولكن بدأوا بها التغيير في عالمنا، وكان للعالم الإسلامي والعربي والإفريقي نصيب واف من هذا التصدير، ولا سيما بعد أن سقطت الدولة العثمانية في عام 1924 واعتلى كمال أتاتورك الحكم في تركيا،
وهي كانت دولة الخلافة التي تمثل مجمعا ولو صوريا للمسلمين. ولكن لا يجب أن نغبط الناس أشياءهم، فإن تلك الدولة فيها ما فيها من إنتاج فكري وتجارب عملية وثقافة وحضارة وإنتاج غزير جدا في القوانين والمعاملات ومعالجة إشكالات الحروب وغير ذلك. وكان صمام أمان مهما اختلفنا على تفاصيل تلك الفترة، ولكنها كانت صمام أمان للثقافة الإسلامية، وباب تمددت منه الثقافة الإسلامية إلى أوروبا. وبدا ذلك واضحا أن أوروبا ستدين من بعد حين قريب كلها بدين الإسلام. ولكن هذه الخلافة الإسلامية سقطت واعتلى أتاتورك الحكم، وبعد اعتلائه الحكم أبعد الدين عن الدولة وعن الحياة، وبدأ ينتشر في الناس فكر العلمانية أو العلمنة، وهذا فكر واسع لا نود أن نخوض فيه الآن، ولكنه يقول بأن كل الصيد في جوف الفرا في هذا العالم، وأن كل شيء يخضع إلى القوانين الطبيعية، وأنه ليس ثمة ما نحتاج فيه إلى حاكم إلى حاكمية من الله سبحانه وتعالى، وأن الدين يختص بالفرد، وأن الحياة بالكل الجميع، وسادت فكرة المواطنة ودولة الوطن. وهذا فكر يعني فيه من الخير الكثير، ولكنه تبطن في داخله وحمل في داخله ما أبعد المسلمين عن مصدر المغذي لثقافتهم. وشيئا فشيئا ازداد هذا البعد واتسعت الهوة بين ما هو مطلوب في الشريعة الإسلامية وبين ما هو موجود على الواقع. واتساع هذه الهوة من بعد أن استعمرت الدول من قبل الدول الغربية، استعمرت الدول الإسلامية من الدول الغربية، ليس أكثر من 20 سنة حتى أصبحت هذه الدول والمجتمعات الإسلامية تشعر بالهزيمة النفسية والثقافية حيال الثقافة القادمة المنتصرة التي حملت معها الانتصار الحربي، وحملت معها أيضا الثورة الصناعية، إذ بدأنا في مرحلة ما بعد الطاقة، اكتشفت الطاقة واكتشفت المكننة والماكينات، وتغيرت وسائل الإنتاج، ودخل الماكينات إلى الحقول فازداد الإنتاج، ودخل أيضا الكيمياء، دخلت الكيمياء أيضا إلى الحقول في شكل بذور محسنة وسمادات وغير ذلك، فتضاعف الإنتاج الزراعي، وصدر هذا الإنتاج وهذه الآلات إلينا، وصدرت الثقافة أيضا إلينا، فأحسست من بعد حين قريب بالبون الواسع بيننا وبين تلك الدول. وهذا ولد فينا في الأجيال الأولى نوع من الهزيمة النفسية، والاهتمام باللغة الإنجليزية على وجه الخصوص، أو كل اللغات الأجنبية باعتبارها لغة العلم والعصر والمعرفة. وتضاءل الدور الهام للغة العربية، وفتحت المدارس في هذه الدول لتلبية حاجة النهضة الجديدة بما احتاجت إليه من فنيين وخبراء وإداريين وغير ذلك. وأنشئ التعليم ووجه ليخدم هذه المصالح، بمعنى أنه بدأ
يتغير السلوك حيال التعليم من المعرفة والعلم والاستقصاء إلى طلب الوظيفة وإلى طلب التخصص. وما المدارس التي نحن فيها إلا نتاج ذلك، والجامعات أيضا نتاج ذلك. وهذا الجهد لا ينبغي أن ننظر إليه على أنه شر كله، بل فيه خير واسع وكثير، ولكنه على المستوى الثقافي، وهذا هو الذي أريد أن أركز عليه، أبعدنا عن أصول البحث وأصول المعرفة والبحث من أجل العلم والتقصي وحقيقة المعرفة. وفي مجال القانون فإن من المعلوم أنه الشرائع في الدنيا شريعة إسلامية وشريعة أنجلوساكسونية وشريعة لاتينية، فتنحت بعض الشيء الشريعة الإسلامية وحلت في هذه الدول الشريعة الأنجلوساكسونية أو اللاتينية، وبدأ الناس يتعاملون بالقانون الحديث. هذا أيضا ضيق المجال على الفكر الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي وعلى الثقافة الإسلامية، فانحصرت في مسائل المعاملات الشخصية. وحتى هذا سمي بقانون الأحوال الشخصية. هذا كله له انعكاس. في بادئ الأمر استقرت المعاملات بعض الشيء، ولكن المسلمين بدأوا يبحثون عن ذاتهم وعن وجدانهم وعن أصولهم وعن لغتهم، فوجدوا البون قد اتسع بينها وبين الواقع. وظهرت في عالمنا الإسلامي حركات تنادي بالعودة إلى الدين والجذور، وتناكف الآخرين الذين انبهروا بالثقافة الغربية ورضخوا لها رضوخا كاملا، باعتبار أن ما قدمه الغرب من تقدم ونماء وثقافة وفن وحضارة وإنتاج صناعي يمكن لنا أيضا نحن أن نقدم مثله وزيادة. أما مثله فلأن الحقيقة العلمية لا جنس لها، والحقيقة العلمية لا لون لها، والحقيقة العلمية موحدة لا يختلف الناس حولها، وإنما يختلفون في المسائل السلوكية والأخلاقية. ويفترض على المستوى النظري أننا كمسلمين قادرين على أن نقدم مثالا سلوكيا وأخلاقيا أفضل بكثير جدا مما قدمه الآخرون لنا. ولذلك بدأ المصلحون وبدأت أفكارهم تغذي الناشئة آنئذ، وكان من أهم هؤلاء الذين سعوا إلى تحقيق الذاتية الإسلامية والبحث عن طرد الانهزام الفكري والثقافي محمد بن عبد الوهاب. ومحمد بن عبد الوهاب حركته في منطقة الحجاز حركة واسعة فقهية وفكرية وتطبيقية، وله بحوث استندت واعتمدت على شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب إن شاء الله في محاضرة لاحقة أو في درس من بعد الآن نتطرق إلى منهج ابن تيمية وطريقته في التفكير وطريقة محمد بن عبد الوهاب في التفكير. ولكن بالجملة لابد أن نقول بأن حركتهم خلقت تيارا مضادا يبحث عن الذات والهوية وأصلت إلى ذلك. وبعض الناس يرى أنها اشتطت بعض الشيء في معادات بعض التيارات الإسلامية المحافظة أو الراتبة. على أي حال ذلك مبحث في مسائل الفرق الإسلامية واتجاهاتها. ولا بد أن أذكر هنا أن العالم أيضا على المستوى
الفكري في تلك الفترة، أي بعد الحرب العالميتين، بعد الحربين العالميتين، انقسم إلى قسمين، قسم رأسمالي وقسم اشتراكي. أما القسم الرأسمالي فهو بالجملة ينادي بسيادة رأس المال والعمل الحر والإنتاج الحر والسوق الحر، وهذا يجعل أمر الدولة فقط في تنظيم وترشيد حركة هذا المال، بمعنى أن الدولة ليست لها اليد الطولى في مسائل الإنتاج، وإنما الإنتاج متروك للمستثمرين أو الرساميل وطنية أو كانت من خارج الوطن. هذا أدى إلى اتساع الإنتاج أيضا في تلك الدول، وإلى نشاط تجاري واسع وعظيم في كل المجالات. أما القسم الآخر فهو القسم الاشتراكي، والاشتراكية مرحلة دون الشيوعية. والقسم الاشتراكي ينادي في جملته بأن تمتلك الدولة وسائل الإنتاج الكبرى، وأن تهيمن الدولة على وسائل التي من شأنها أن تجعل مفاصلة في المجتمع بين أغنياء وفقراء، وأن يصبح كل الناس في الدولة عاملين، وأن تصبح الدولة هي المالكة، وبالتالي يصبح هؤلاء العاملين مالكون ملكية مشاعة في وسائل الإنتاج. وهذه التجربة غزاها أو مثالها الحي الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي بعد انتصار البلاشفة على القياصرة كانت هذه التجربة، لأن القياصرة كانت تجربتهم فيها مما هو حسن، ولكن أساس الثورة، الأساس الذي قامت به ثورة أكتوبر في سنة 17 في روسيا، هي الظلم الذي وقع من القياصرة وهيمنتهم على وسائل الإنتاج. وفي ذلك الحين كانت وسائل الإنتاج والثروة تتمثل في الأراضي الزراعية والمنتج الزراعي وبيع المنتج الزراعي. فهذه الهيمنة وبعدهم عن الواقع وتقطرس هؤلاء وانغلاقهم وظنهم أيضا أنهم أفضل من الآخرين جنسا وفكرا ودما، أدى إلى، بإضافة إلى أسباب كثيرة، إلى قيام الثورة التي كان نتاجها قيام الاتحاد السوفيتي. فالفكرة أنه الكهرباء مثلا تكون مملوكة للدولة، سكة حديد مملوكة للدولة، الأراضي نفسها مملوكة للدولة، الناتج الزراعي والناتج النقلي والناتج المالي مملوك للدولة، ثم يقسم هذا فلا يكون في المجتمع من لا يجد قوت يومه. فهذه هذين القسمين، القسم الرأسمالي والقسم اليساري أو القسم الاشتراكي الباحث عن الشيوعية في نهاية الأمر، كان نتاجا لهذا الفكر الإنساني. طبعا في تأصيل فكري، إنه من أنشأ الفكر كارل ماركس وكيف طبق، ومسألة رأس المال والفقراء، وذلك باب واسع. ولكن على أي حال هذا كان الشكل العام الذي هيمن على الدنيا. وتلاحظون هنا أننا كمسلمين وكفكر إسلامي وكمجتمع مسلم تنحينا عن الحياة وتركناها للآخرين، وبدأ زي ما ذكرت لكم بعض المصلحين يبثون في المسلمين كيف يعيدوا سيرتها الأولى. سيرتها الأولى، هذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وإلى ذلك الحين
أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم الهداية والرشد، والسلام عليكم ورحمة الله.